ضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم قوة تأمين العاصمة السيد مهند معمر. سيد مهند، أرحب بك في هذه النشرة. أمسية طيبة. نعم، بداية سيد مهند لو تطعنا على آخر التطورات الميدانية في مختلف جبهات القتال جنوب العاصمة. اليوم كانت هناك محاولة حشر متقدم الميليشيات في محور اليرموك، كنا بدكا بالمدفعية مما أدى لاحتراق 4 آليات تابعة للمتمرد. وجدنا 6 جثث ملقاة على الأرض اخترقوها وهربوا طريق معسكر يرموك. أما عن باقي المحاور فهي تشهد هدوء نتيجة لما عانته الميليشيات منذ الأيام الماضية من خسائر فادحة في الأرواح. قدرت هذه الخسائر ب 53 جثة و 130 جريح. نعم سيد مهند، هناك أنباء تتحدث عن التحام محوري عين زارة وكذلك وادي أربيع، ما صحة هذه الأخبار؟ نعم، كانت هناك محاولات فاشلة لتقدم الميليشيات ولكن قمنا بدكا بالمدفعية الثقيلة مما أدى إلى تراجع. نعم سيد مهند، ماذا تعتقد في الأيام القادمة؟ هل بعد وصول تأكيد القائد الميداني محمد العريق عن وصول أجهزة وأسلحة نوعية جديدة إلى صفوف قوات الجيش، هل من الممكن القضاء على باقي الميليشيات المتواجدة على ثخوم العاصمة؟ نعم، ما هي إلا أوقات قريبة وسنعلن النصر الصافق على هؤلاء الإرهابيين. نعم. ورسالة إلى شرفاء ليبيا أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد المتمرد ومن والاه، لأنهم لا يريدون خيرا بالبلاد، ونحن سنسير على خطى الدولة المدنية. نعم شكرا لك سيد مهند معمر المتحدث باسم قوة تأمين العاصمة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.